مبدأ عمل الضارة هو سهل جدا. عند الضغط على الزر المرتبط بالرقم 555 يقوم الـ 555 بتوليد نبضة تساوي زمنها عفوا يساوي T 1.1 R فاصي. يعني عند الضغط على الزر تضيء الليد مدة معينة ثم تنطفئ. هذه المدة نختارها بتغيير قيمة المقاومة والمكتف، والعلاقة هي T تساوي 1.1 R في C. نمر الآن لإنشاء ما يسمى بالأسطابل بالان او 555. الو كنحتاج الان او 555، مكتف 100 ميكروفاراد، ديود مشع، زر مقاومة 33 كيلو. اولا نقوم بوضع الان او 555 مكانه. دائما رجل رقم 1 الى السالب، رجل رقم 4 ورجل رقم 8 الى الموجب. ثم نضع مقاومة 33 كيلو ما بين الرجل رقم 7 وما بين الموجب. هكذا. ثم نضع مكتف ما بين السالب والرجل رقم 7 أيضا. هكذا، السالب للمكتف مع السالب والرجل الأخرى للمكتف مع رقم 7. ثم نضع سلك ما بين رجل رقم 7 والرجل رقم 6. ثم نضع الزر بين رجل رقم 2 والسالب. هكذا، رجل إلى السالب والرجل الأخرى إلى رقم 2. إذن عند الضغط عند الزر سيمر السالب إلى رقم 2. ثم بعد ذلك نقوم بوضع مقاومة 1 كيلو بين الرجل رقم 2 والموجب. هذه المقاومة نضعها فقط لإزالة ما يسمى بالغوبون للزر. هكذا. ثم نضع ديود ما بين رجل رقم 3 والسالب.
هكذا. ثم بعد ذلك أقوم بالضغط على الزر تضيء الليد لمدة معينة ثم تنطفئ، مدة معينة ثم تنطفئ. لتغيير المدة فقط يكفي أن نغير في قيمة المقاومة أو التغيير في قيمة المكتف، والعلاقة هي T تساوي 1.1 R resistance ضرب المكتف اللي هو C. نغير المقاومة مثلا ونضع مقاومة أكبر، مقاومة 33 كيلو هكذا، مقاومة 33 كيلو مكان مقاومة 10 كيلو. ستضيء اليد مدة معينة أكبر من السابقة، لاحظوا معي مدة أكبر، ودائما علاقة T تساوي 1.1 في R+C. إذن يمكن أن نختار المدة التي نريدها لكي تضيء الليد عند الضغط على الزر. هذا هو مخطط المونوستابل، يعني حالة وحيدة، يعني مونو يعني وحيدة، ستابل يعني حالة وحيدة.